الرحمن الرحيم. شكل النظام الذي نطمح إليه هو ما يوافق عليه الجميع. هل نريد تغيير أمير بأمير؟ نريد دولة الإنسان التي تراعي مصلحة الإنسان وخدمة الإنسان وتراعي كرامة الإنسان، ولا يهمنا شكلها، وإنما نتحدث عن المضمون. فنقصد بالخلافة وحدة الأمة. في واقعنا الحاضر لا يمكن لكائن ضعيف أن يكون له أثر في الحياة السياسية الاجتماعية العالمية، فإذا لم يكن في الأفق توحيد أمة الإسلام ثم الأمة البشرية كلها، لأننا نعتبر أن البشرية كلها يعني من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك أمة الإجابة وهناك أمة الدعوة، فلا بد أن نتفق بحكمنا نعيش على أرض واحدة، أن نتفق على سياسة تخدم مصلحة الجميع إن شاء الله تعالى عز وجل. نرى أنه ليست هناك إرادة سياسية للسير بالمغرب إلى ما هو أصلح وأنفع وأجدى، فنطالب من الجميع أن نكثف جهودنا لأجل الوصول إلى هذا الواقع الذي نحلم به جميعا، الذي يخدم البشرية كلها انطلاقا من ذلك. الأحزاب السياسية على كل حال تبذل جهدها، ولكنها نرى أنها تبذل يعني تبذل البذور في الهواء، لأن الأرضية السياسية غير مهيئة لإنزال أي برنامج، مهما كانت هذه البرامج السياسية فهي يمكن غض الطرف وخذ أي برنامج، فإذا طبق بحذافيره ستكون له نتائج، ولكن على أي أرضية وأي إنسان يطبق هذا البرنامج؟ مشكلة إصلاح الإنسان. السلام عليكم.